السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب مهدي عادل الجدع، بدرس إدارة مياه وبيئة في الجامعة الهاشمية. إن شاء الله راح أشرح لكم مراجعة مادة السكند لمادة كالكولس 1 بطريقة سهلة ومبسطة. أول موضوع عندنا بالمادة السكند في الكالكولس 1 إشي اسمه نهايات. النهايات تتكلم عن شيء رئيسي اللي هو لازم أنا أوصل لمرحلة إنه النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار. كان عندي اقتران سميته f of x. هذا ال f of x لما تكون النهاية له من اليمين تساوي النهاية له من اليسار وتساوي l، إذا النهاية ال f of x x تقول له a تساوي l exist موجودة، تمام؟ في حال كانت النهاية f of x x تقول ل a من اليمين لا تساوي النهاية f of x x تقول ل a من اليسار، إذا limit f of x x تقول ل a does not exist، غير موجودة، تمام؟ في عندنا عدة قواعد بالنهايات لازم نتعرف عليهم. لازم نعرف احنا انه في حالة الجمع والطرح ما في عفوا حالة الجمع والطرح بقدر اوزع النهاية للاقتران الاول والاقتران الثاني في حالة الجمع والطرح. في حالة الضرب ايضا بقدر اوزعها، هاي ليميت اف اكس تقول ل A ضرب ليميت اكس تقول ل A للجي. في حالة القسمة ايضا اوزعها، حيث شرط انه ليميت اكس للجي اكس تقول ل A لا تساوي صفر، المقام لا يساوي صفر، تمام؟ في عندي انا اذا في حالة النهاية اذا كان مرفوع على اس اللي هو الاقتران يمكن اخلي الاس لكل النهاية، تمام؟ ونهاية الثابت ثابت بتضلها زي ما هي، يعني مثلا نهاية الواحد واحد، نهاية المليون مليون، راح تضل زي ما هي. ناخذ مثال سريع على الحالات اللي حكيناها، جمع ضرب قسمة. أول مثال كان بيحكي عن limit f of x ناقص 1 على g of x لما x تقول لسالب 1. حكالي in which limit f of x x تقول لسالب 1 تساوي نص و limit g of x x تقول لسالب 1 تساوي سالب 2. كيف بدي أبدأ حل؟ بما إنه في عندي طرح بإمكاني أوزع limit x تقول لسالب 1 لل f of x ناقص، هي شوف كيف وزعت، لأنه ليش في حالة طرح، 1 على g of x معطيني إياهم جاهزات تساوي نص ناقص ناقص 2 يعني زائد 2. نص زائد 2 هي على 1 ضرب 2 ضرب 2، 2 زائد 1 3 على 2، تمام؟ عندي مثال ثاني كان في بيناتهم طرح وجمع بقدر أوزعهم x تكعيب ناقص limit x تقول الواحد 2 x كو 5 زائد limit x تقول الواحد للواحد. هون أنا بعوض تعويض مباشر، واحد تكعيب واحد ناقص واحد أس 5 في 2 2 زائد limit الثابت ثابت، واحد ناقص 2 سالب 1 زائد 1 وتساوي 0، تمام؟ حكينا في حالة الجمع والطرح، والضرب تقريبا نفس الجمع والطرح. نلجأ للقسمة اللي هي اللي يعني زي ما تحكي اللي فيها تريك بالموضوع. عندي ثلاث حالات للقسمة الجواب، يعني ممكن يكون نمبر عدد عادي، وممكن يكون صفر على صفر، وممكن يكون نمبر على صفر. الحالة الأولى اللي هي نمبر تكون تعويض مباشر سريع زي هذا المثال، ليميت 5 اكس تكعيب زائد 4 على اكس ناقص 3 اكس تقول له 2، بعوض التعويض مباشر، 2 في 2 4 في 2 8 في 5 40 زائد 4 44 على 2، بعوض هون ناقص 3 سالب 1 تساوي 44 على سالب 1 تساوي سالب 44. الحالة الأولى بسيطة وسهلة. الحالة الثانية اللي هي ليميت اف على جي الاكس تساوي له ايه 0 على 0. There are some of cases about 0 على 0 such as، يعني في بعض الحالات للصفر على الصفر اللي هي ممكن يكون في حالة إذا كان داخل النهاية جذور بلجأ للضرب المرافق، ممكن المقام أو البسط يتحلل لعوامل أولية، ممكن يكون في اختصار يعني إخراج عامل مشترك وبعدين اختصر بسط. في إحنا عندنا أول مسألة
راح تكون مثال على ضرب المرافق اللي هي limit x تؤول للصفر x على جذر ال x زائد واحد ناقص واحد. بمجرد أنا شفت جذر أول إشي بخطر على بالي إني أضرب المرافق. شو أعمل؟ المرافق كالتالي، بضرب بنفس الجذر لكن الإشارة اللي ما بين الجذر والحد الثاني بعكسها، كانت ناقص خليها زائد، كانت زائد بخليها ناقص، على جذر x زائد واحد زائد واحد زي ما هي. هسا البسط بضل زي ما هو، ليميت x للصفر x جذر x زائد واحد زائد واحد على سوري على جذر x زائد واحد جذر x زائد واحد x زائد واحد سالب واحد في واحد سالب واحد. هاي بتروح مع هاي. هسا صفى عندي أنا ليميت x تقول للصفر x جذر x زائد واحد. طبعا ال x مضروبة، منساش أحط القوس لأنه ال x مضروبة، جذر x زائد واحد زائد واحد زائد واحد على x. هون تختصر ال x مع ال x، صفر زائد واحد جذر الواحد واحد زائد واحد وتساوي اثنين. تمام، ناخذ مثال ثاني. مثال ثاني بكون على تحليل العوامل الأولية ناقص أربعة. طبعا احنا بنحكي عن الصفر على صفر، او وضع صفر على صفر زائد واحد جذر واحد واحد ناقص واحد صفر، الجواب صفر على صفر. تمام، بس للتذكير هون نفس الاشي، ليميت اثنين اكس زائد ثمانية على اكس تربيع زائد اكس ناقص اتناش. هون انا عندي بلاحظ انه في المقام بامكاني احلل العوامل الاولية. هسه قبل ما احلل العوامل الاولية بجرب اعوض، سالب اربعة في اثنين سالب ثمانية زائد ثمانية صفر على سالب اربعة تربية ستاش ناقص اربعة اتناش ناقص اتناش صفر. هون بلجأ لتغيير شكل النهاية. كيف انسب اشي عندي كان اني احلل العوامل الاولية، ليميت اكس تقول سالب اربعة اتنين اكس زائد ثمانية على x x زائد في ناقص ناقص. طبعا تحليل العوامل الاولية في طريقة اذا حاب الكل يعرفها، اللي هي باجي بحط x x بنزل الاشارة الاولى. هسا الاشارة الثانية كيف؟ الاشارة هاي ضرب الاشارة هاي بيطلع معي الاشارة الثانية، يعني موجب في سالب طلع معي سالب. والخطوة الاخيرة ايش اللي بضربه ببعضه بيطلع 12 وبجمعه بيطلع واحد، كانت الاربعة والثلاث. هون ما استفدتش من التحليل العوامل الأولية، إذا بدي أغير كمان خطوة تكون فيها تغيير لشكل النهاية اللي هي إخراج عامل مشترك 2 في x زائد 4. لاحظ المقام تكرر عندي x زائد 4 في x ناقص 3، صار في اختصار x زائد 4 و x زائد 4 سالب 4 بعوضها سالب 3 سالب 7 في 2 إذا 2 على سالب 7. تمام؟ ناخذ مثال على توحيد المقامات، ليميت x تؤول للاثنين خمسة على ثلاث ناقص خمسة على x زائد واحد على x ناقص اثنين. هون انا لاحظت في كسور كثيرة، فاول اشي بخطر في بالي اوحد مقامات، بضرب في x ناقص واحد x ناقص واحد، وهون ضرب ثلاث ضرب ثلاث، صفت خمسة في x ناقص واحد ناقص خمستاش على ثلاثة في x زائد واحد كله على x ناقص اثنين. هسا عندي هون خمسة x ناقص خمسة، دخلت الخمسة داخل القوس، ناقص خمستاش على ثلاثة في x زائد واحد الكل، أكبر المقام الكبير على x ناقص اثنين. تمام، خمسة x ناقص خمسة ناقص خمستاش اللي هي عبارة عن
هاي كلها 5x ناقص 10، تمام؟ بخرج الخمسة عامل مشترك في x ناقص 2. لاحظ عندي اتكرر في المقام 3x زائد 1 كل على x ناقص 2، هذه بتروح مع هاي، صفة التعويض مباشر من الدم. فكان آخر إشي اللي هو تعويض مباشر ليمت x تؤول 2 اللي هي 2 زائد 1 3 3 9، وعندي 5 على 9، تمام؟ انتقل للموضوع الثالث اللي هو كان احنا حكينا اول اشي 0 على 0 ونمبر عادي، هسه هون نمبر على 0. في عندي ثلاث اجابات فقط اللي هي موجب ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه و does not exist. هون ليميت الواحده اكس اكس تؤول للصفر من اليمين كم طلعت؟ موجب ما لا نهايه. ليش؟ لانه كل القيم اللي على اليمين الصفر بتكون موجب ما لا نهايه. المثال الثاني نفسها بس لكن الصفر من اليسار، القيم كلها اللي كانت على شمال الصفر اكيد كلنا بنعرف انه هي سالبه، اذا سالبه على النهايه. هسا لو طلب مني ليميت واحد على اكس اكس تؤول للصفر من دون لا يمين ولا يسار، وراح بضطر بوجد النهايه من اليمين والنهايه من اليسار، طلع معي اجوبه مختلفه. احنا حكينا لما تكون النهايه من اليمين لا تساوي النهايه من اليسار اذا الجواب does not exist. هسا عندما يكون عندي عدد على الصفر في المثال كما في المثال التالي، راح نبحث في إشارة البسط وإشارة المقام. كيف؟ هون بعد التعويض المباشر طلع معي 2 على 2 تربيع 4 ناقص 4 صفر، عدد على الصفر، إذا بدي أبحث في إشارة البسط وإشارة المقام. البسط x تساوي صفر، باجي بحط خط للبسط، أكبر من الصفر راح يطلع موجب، أقل من الصفر راح يطلع سالب. المقام x تربيع ناقص 4 تساوي صفر، إذن x تربيع تساوي 4، إذن x تساوي موجب سالب 2. باجي ببحث إشارة المقام، هي 2 وهي سالب 2، أكبر من 2 راح يطلع موجب. جرب قبل ما هذا، أي 3 تربيع 9 ناقص 4 قديش؟ 5، إذن موجب. لو عوضت الصفر، صفر تربيع ناقص 4 طلع سالب. عوضت مثلا السالب 3 تربيع 9 راح يطلع موجب. بعمل خط جديد خاص للبسط والمقام مع بعض من 2 وسالب 2، كان عندي الصفر هون، وشوف شو المشترك بيناتهم، موجب مع موجب راح تضلها موجب، موجب مع سالب راح تصير سالب، وموجب و هيا سالب مع موجب راح تكون سالب وبالباقي سالب. اذا انا راح احكي شو ليميت اكس تؤول لاثنين من اليمين اكس على اكس تربيع ناقص 4 كم طلعت معانا؟ موجب ما لا نهايه. وليميت اكس تؤول لاثنين من اليسار اكس على اكس تربيع ناقص 4 طلعت معي سالب ما لا نهايه. اذا ليميت اكس تؤول للاثنين x على x تربيع ناقص 4 does not exist، لأنه اليمين لا تساوي اليسار. في عندي إشي اسمه hyperlink function اللي هو الاقتران المتشعب. هسا في حالة كان عندي طرف طلب مني نهاية لطرف، بحكي له طوال النهاية غير موجودة. في حالة كانت نقطة تشعب أو نقطة تحول، صار في عنده تحول زي مثل هذا المثال، كانت نقطة التحول 4، نجد النهاية من اليمين ومن اليسار. إذا كانت نقطة عادية ما بين الأقل من 4 وأكبر من 4 كما في المثال، نجد النهاية من القاعدة المقابلة للنقطة. هسا نشوف كيف. f of x حكى لي جذر x ناقص 4 x في حالة x أكبر من 4 و8 ناقص 2x لما كانت x أقل أو تساوي من 4. أول مثال كانت نقطة عادية، limit f of x x تؤول للصفر، الصفر وين جاي؟ أقل من الأربعة، إذا باخذ الاقتران هذا المقابل له 8 ناقص 2x، 2 في الصفر صفر، 8 ناقص 0 وتساوي 8. في المثال الثاني ليميت x تؤول للأربعة f of x، إذا هي عبارة عن نقطة تحول، لو جذر لها نهاية من اليمين ونهاية من اليسار، 4 من اليمين وين الأكبر من 4؟ جذر ال x ناقص 4، 4 ناقص 4 جذر الصفر وتساوي صفر، وليميت x تؤول للأربعة من اليسار اللي هي 8 ناقص 2x وتساوي 8 ناقص 8 وتساوي صفر.
بما انه النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار، اذا ليميت اكس تقول للأربعة للاف اوف اكس تساوي صفر. تمام. مثال ثاني، كان find k such that limit f of x x تقول 2 exist. بما انها exist اذا limit x تقول 2 من اليمين f of x تساوي limit f of x x تقول 2 من اليسار، صح؟ كان انها موجودة وتساوي عدد معين، خلينا نسميه L مثلا. هسا النهاية من اليمين كانت اللي هي اكبر من 2، 2 x زائد k limit x تقول 2 من اليمين تساوي limit x تقول 2 من اليسار k x تربيع. بعوض 2 في 2 4 زائد k تساوي 2 تربيع k 4 k. صفت بمعادلة متغير واحد، 3 k تساوي 4 على 3 على 3، إذا k تساوي 4 على 3. هون كان عندي ل f of x مثال k x تربيع x أقل أو تساوي من 2 و 2 x زائد k x أكبر من 2. حكى لي find k such that limit f of x x تقول ل 2 exist، موجودة. إيش يعني موجودة؟ أنا بعرف القواعد الرئيسية، لما يحكي لي exist بعرف إنه limit للإقتران x تقول للعدد من اليمين كان عندي 2 تساوي limit x تقول ل 2 من اليسار لل f of x. بما انها exist نهاية من اليمين تساوي نهاية من اليسار، نهاية من اليمين الاقتران ان هي اكبر من 2، اللي هي limit x تقول ل2 من اليمين ل2x زائد k تساوي limit x تقول ل2 من اليسار، اللي هي هاي اللي هون kx تربيع. ليش؟ انا اقل من 2. باجي بعوض تعويض مباشر، 2 في 2 4 زائد k تساوي 2 تربيع 4 في k. صفت معادلة بمتغير واحد، 4 تساوي 4 4 k ناقص k، 4 تساوي 3 k على 3 على 3، إذا k تساوي 4 على 3. تمام. في عندي موضوع بدنا نحكي عنه اللي هو السكويز ثيوري. السكويز ثيوريم حكى لي اذا الاقتران كان في عباره عن متباين، اقتران اف اوف اكس كيف بدي اوجده؟ في حال كان ليميت لهذا الاقتران اللي قبل الاف اوف اكس واللي بعد الاف اوف اكس كانت نير اي، اللي هي تقترب لاي، في حال كانت الليميت جي اوف اكس اكس تقول للاي تساوي الليميت اللي هي زي ما حكينا اليمين تساوي اليسار تساوي للاي، وكانت تساوي ال عدد معين. اذا شو صفت سكويز ثيوريم؟ انه نهاية هذا الاقتران نهاية هذا الاقتران اذا كانوا متساويات، اذا نهاية الاقتران اللي في الوسط بكون نفس اجابة نهايات الاقتران اليمين واليسار. ناخذ مثال، 3x اقل او تساوي من f of x اقل او تساوي x تكعيب زائد 3 for all x تنتمي للسالب 2 و 2 find limit f of x x تقول للواحد. هسا عشان اوجد النهاية الوسطاني بدي اوجد نهايات الاطراف 3x و x تكعيب زائد 3. شو بحكي؟ limit x تقول للثلاث، من وين جبت x تقول للواحد؟ من وين جبت الواحد؟ من الفايند، من السؤال. للثلاثة x كم طلعت؟ تساوي 3. limit x تقول للواحد للx تكعيب زائد 1 واحد تكعيب واحد زائد ثلاث تساوي أربعة. هل الاقتران الأول مساوي للاقتران الثاني؟ لا. إذا limit x تقول للواحد f of x does not exist. تمام. واخذ مثال ثاني، find limit x تقول للصفر x تربيع sin واحدة x which that limit x تربيع sin واحدة x x تقول للصفر تساوي الصفر. بما انه اعطاني انها موجودة وتساوي الصفر، اذا نهايات الاطراف اليمين واليسار راح تكون موجودة، اذا بقدر اعمل للمتباينات يعني صفت الشغلة عكسية في هذا السؤال. فبحط sin الواحد على x. طبعا انا لازم اكون عارف انه رينج الساين بين السالب واحد والواحد، هذا اخذناه بالفيرست.
هسا انا مش مطلوب مني سالن الواحد اكس، مطلوب مني اكس تربيع سالن الواحد اكس، فبضيف لك او بضرب اكس تربيع لكل الطرف الوسط والطرف الثاني، صفي سالب اكس تربيع نساوي اكس تربيع ساين الواحدة اكس اقل او تساوي من اكس تربيع. تمام، هون بوجد نهاية هاي ونهاية هاي عشان اطلع نهاية الوسط. ليمت اكس تقول للصفر للسالب اكس تربيع كم تساوي صفر، وليمت اكس تقول للصفر للاكس تربيع كم تساوي صفر. بما انهم متساويات اذا ليمت اكس تقول للصفر للاكس تربيع ساين الواحدة اكس كم تساوي صفر. موضوع اخر موجود معنا في السكند اللي هو الفيرتيكال اسيمتوت. الفيرتيكال اسيمتوت بكل بساطة رح يكون له ثلاث اجوبة فقط، موجب ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية و does not exist. اينما كانت هسه فكرة الفيرتيكال اسيمتوت، اينما كانت النهاية غير موجودة، يعني بدور على الجواب انه يكون غير موجود، طلع معي الجواب النهاية غير موجودة، اذا القيم اللي عوضتها وطلعت معي النهاية غير موجودة تعتبر vertical asymptote. هسه ببين معنا كيف. مثلا f of x 4 على x تربيع ناقص 9. هسه في حالة الكسر بدي أوجد أصفار المقام، ليش؟ لأنه لما يصفر المقام راح يطلع مع النهاية غير موجودة. x تربيع ناقص 9 تساوي 0، x تربيع تساوي 9، x تساوي موجب وسالب 3. مش هدول الثلاث بصفروا المقام وإذا صفرتهم بيطلعوا النهاية غير موجودة، إذا بحكي موجب وسالب 3 vertical asymptote. تمام؟ هون عندي كسر برضو نفس الاشي، بوجد اصفار المقام x تربيع ناقص 1 تساوي 0، x تربيع تساوي 1، اذا x تساوي موجب سالب 1. اذا موجب سالب 1 عبارة عن vertical asymptote. f of x تساوي ln x. هسا انا لازم اكون عارف انه ما داخل ln x لا يجوز اني احط صفر او سالب، فاذا بحكي ال vertical asymptote، القيم vertical asymptote تنتمي لايش؟ عند السالب ما لا نهاية مع الصفر داخل معه. تمام؟ في عندي برضه نفس الفكرة هون، بدي أوصل لمرحلة إنه ما داخل اللين يكون صفر أو سالب ما لا نهاية عشان تطلع من معي النهاية does not exist، صح؟ x تربيع ناقص 4 تساوي 0، x تربيع تساوي 4، x تساوي موجب سالب 2. هسا أنا هون هيك طلعت الأصفار بس، أنا بدي هسا بدي أوصل للسوالب، كيف؟ بعوض أكثر من 2، 3 تربيع 9 ناقص 4 طلع معي موجب، أنا بدور على السالب بس، 0 تربيع سالب. وعوضت قيمة أقل من سالب 2 اللي هي سالب 3 طلعت موجبة. في عندنا مثال أخير على اللين اللي هي بدي أوجد أنا vertical asymptote بحيث أنه ألاقي وين النهاية غير موجودة. هون كانت عندي اللين إذا ما داخله سالب وصفر، لما عوض النهاية بتكون النهاية غير موجودة، فبوجد أصفاره x تربيع ناقص 4 تساوي 0، x تربيع تساوي 4، x تساوي موجب سالب 2. على خط الأعداد هون سالب 2 هون 2، أنا بدي أدور على السوالب والصفر، عرفت أصواره اللي هي موجب 2 وسالب 2، ضل عندي أوجد وين السوالب. لو عوضت الثلاث 3 تربيع 9 ناقص 4 طلع عندي رقم موجب، فإذا بستثنيها بين السالب 2 و 2. لو عوضت الصفر 0 تربيع ناقص 4 إذا بالسالب، وسالب 3 تربيع لأنه أقل من السالب 2، 9 ناقص 4 إذا موجب. إذا أنا بدي بين السالب 2 و 2 والسالب 2 و 2 يكونوا داخلات بالفترة. تمام؟ هذول عبارة عن vertical asymptote. نيجي لموضوع limits of trigonometric functions. تمام؟ الاقترانات المثلثية. تعويض مباشر عادي، صفر على كوساين الصفر، لازم يكون عارف ان كوساين الصفر واحد، اللي هي صفر على واحد تساوي صفر. ليمت اثنين ساين الاكس ناقص تان الاكس على اثنين، اكس تقول لباي على اثنين، شو بعمل؟ بعوض تعويض مباشر، اثنين في ساين الباي على اثنين، ساين الباي على اثنين كم؟ جاب 90 واحد، اثنين ناقص باي على اثنين على اثنين اللي هي خلنا نكتبها ناقص تان باي على اثنين على اثنين. هسا هاي اثنين بتطلع لفوق، باي على اربعة بتصفي، تان الباي على اربعة اللي هي تان الخمسة واربعين واحد، يعني ظل الخمسة واربعين واحد، اثنين ناقص واحد وتساوي واحد. هسا في عنا نظرية، في حالة شفت انا ليمت ساين الاي اكس على بي اكس عندما شرط يكون اكس تقول للصفر، هاي القاعدة شرط تكون اكس تقول للصفر لازم انتبه لها، او
كان العكس، انه الساين تحت والرقم متغير فوق اللي هو AX على ساين BX. في الحالتين المعامل على المعامل. كيف يعني المعامل على المعامل؟ شو كان معامل X؟ A. شو كان معامل X في المقام؟ B. برضو هسا مش احنا حكينا في حالة الساين، برضو في حالة التان نفس الفكرة، بنساش الشرط X تقول للصفر، إذا ما شفتها تقول للصفر ما بطبق القاعدة. تان الـ AX على BX أو ليمت الـ AX على تان الـ BX X تقول للصفر، إذا المعامل على المعامل اللي هي A على B. نأخذ بعض الأمثلة. ليمت ساين 5x على 7x، لاحظ هون لقيت الشرط اللي بدي اياه اللي هو x تقول للصفر، باخذ المعامل على المعامل، اذا الجواب 5 على 7. هون بعض الطلاب بيجي بيقول لك خلص هي معامل x اللي هو 2 وهون معامل x 1. لا، احنا حكينا ساين على متغير بدون ساين او متغير بدون ساين على ساين، لكن هون ساين على ساين، اذا صفت مساله عاديه رغم انه تحقق الشرط اللي هو الاكس تقول للصفر. بس حتى لو شو بعمل، ساين 2 اكس عباره عن متطابقه اللي هي 2 ساين اكس كوساين الاكس على ساين الاكس، صار في عندي اختصار ساين الاكس مع ساين الاكس. تعويض، صفر كوساين الصفر 1 في 2 تساوي 2. ننتبه، ليمت اكس ساين اكس ناقص تان 2 اكس على ساين 3 اكس ناقص 5 اكس. تحقق اول شرط اللي بدي اياه اللي هو اكس تقول للصفر، لكن انا بعرف انه قاعده تكون ساين اكس على متغير بكون له معامل ممكن واحد او اثنين وكذا، لكن هو مش مبين معي انه ساين اكس على متغير، فانا بدي ابنيه بايدي، يعني انا بدي اكونه من عندي. ايش هو بالرياضيات؟ ممكن اضرب في واحد لكل الحدود، او اضرب في اثنين، او اضرب في ثلاث. عشان اكون القاعده تبعتي بقسم على x في كل حد موجود بالمسألة، يعني limit x تقول للصفر x sin x على x ناقص tan 2x على x على sin 3x على x ناقص 5x على x. x مع x راحت، هون x مع x راحت. هون منطبق القاعدة، أو قبل منعوض النهاية، ساين الصفر جيب الصفر صفر ناقص، هون القاعدة طبقت ليمت x تقول للصفر معامل اي تان على تغير اللي هي 2 على صفر 2 على 1 تساوي 2، على هون طبقت القاعدة 3 ناقص 5 صفت سالب 2 على 3 ناقص 5 سالب 2 وتساوي 1. تمام، في عندي موضوع جديد اللي هو موضوع نهاية المالا نهاية. في عندي عدة أمور لازم أكون عارفها، اللي هي ليمت الواحد على x، x تقول المالا نهاية صفر، وأيضا في حالة السالب مالا نهاية واحد على x يعني واحد على مالا نهاية تساوي صفر. هدول لازم أكون حافظهم زي اسمي اللي بدي أذكرهم الآن. ليمت e قوى x، x تقول المالا نهاية صفت e قوى مالا نهاية مالا نهاية، وليمت الاي قوى اكس اكس تقول السالب على النهايه يعني اي قوى سالب على النهايه تساوي صفر. هون اذا خدعك بالاشارات ما تخدع، عادي عوض ما لا نهايه، هون صارت سالب على النهايه، اي قوى سالب على النهايه زي ما حكينا قبل شوي صفر. ليمت اكس تقول السالب على النهايه اي قوى اكس، السالب مع السالب بتروح اذا بتصفي اي قوى ما لا نهايه اللي هي ما لا نهايه زي مثال رقم 3. عندي ليمت لين الاكس اكس تقول للموجب ما لا نهايه اللي هي لين ما لا نهايه تساوي ما لا نهايه. ليمت لين الاكس اكس تقول للصفر من اليمين، ما في ليمت لين الاكس اكس تقول للسالب ما لا نهايه لانه مداخل اللين مش صفر ولا رقم سالب، ولاحظ هون مش ما حط لي اكس تقول للصفر، اكس تقول للصفر من اليمين، اذا تقترب من يمين الصفر وليس الصفر، والجواب يكون سالب ما لا نهايه. والليمت تان انفرس الاكس اكس تقول ما لا نهايه باي على 2، والليمت اكس تقول للسالب ما لا نهايه تان انفرس الاكس سالب باي على 2، هدول بدي اكون حافظهم زي اسمي. في عندي ملاحظة بسيطة، انه اذا شفت انا كثير حدود على كثير حدود، اذا كانت درجة البسط اكبر من درجة المقام الجواب بسرعة بحطه موجب ما لا نهاية. اذا كانت درجة البسط مساوية لدرجة المقام، ايش يعني درجة البسط درجة المقام؟ يعني تكييف تربيع، هاي معنى درجات. درجة البسط كانت اعلى درجة فيهم
تساوي أعلى درجة في المقام يكون الجواب عدد معين، أعلى درجة في البسط أقل من أعلى درجة في المقام الجواب بسرعة بحطه صفر. طبعا في ملاحظة قبل ما نبدأ بالأمثلة اللي هي ليمت x قوة n، x تقول ما لا نهاية، بيكون الجواب موجب ما لا نهاية بحيث انه ال n تكون من 1 2 3 4. ليش؟ لانه لو كانت n 0 x قوة 0 1، اي شيء قوة 0 1 تمام. ليمت x قوة n x تقول لسالب ما لا نهاية في لها حالتين انه الجواب ممكن يكون حسب حالتين. الحالة الاولى اللي هي في حال كانت n، ايش اللي هي n؟ هو الاس، كان عدد فردي بحط الجواب سالب ما لا نهاية. في حالة كانت n عدد زوجي بحط الجواب موجب ما لا نهاية لها النهاية. طبعا هذا الاقتران المتشعب حفظ. باخذ اول مثال ليمت x تقول ما لا نهاية لx تربيع، ما لا نهاية تربيع ما لا نهاية. الليمت الثابت شو ما كانت هون x تقول اي اشي تكون الليمت الثابت ثابت اللي هي ليمت التسعة تسعة. عندي ليمت 3x تكعيب اللي هي x تقول سالب ما لا نهاية، لاحظ هون x تقول سالب ما لا نهاية والثلاث الأس كان ثلاث، الثلاث عدد فردي، إذا شو الجواب راح يطلع؟ ثلاثة في سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية. طبعا العدد ما بيأثر على ما لا نهاية لأنه عدد كبير، العدد يعتبر صغير بالنسبة لما لا نهاية، إذا ما راح يأثر عليها. هون ليمت x تقول سالب ما لا نهاية كان عندي عدد فردي، إذا راح يطلع سالب ما لا نهاية، وبنتبه كان في عندي سالب إذا بحط ما لا نهاية، مش لانه والله فردي خلص احط سالب ما لا نهايه، بنتبه للاشارات كان عندي سالب هون انتبه لها، راحت السالب مع السالب صفت ما لا نهايه. 4 اكس تربيع ليمت اكس تقول للسالب ما لا نهايه، لاحظ التربيع عدد زوجي، اذا الجواب كم ما لا نهايه. عدد على ما لا نهايه حكيناها بالقوانين الاولى اللي هي عدد على ما لا نهايه اللي هي صفر تمام. ليمت 5 على اكس قوه 4، هسا هون بلاحظ انه درجه البسط أقل من درجة المقام. ليش؟ لأنه هون كانت ثابت وهون كانت x قوة 4، درجة البسط أقل من درجة المقام، إذا الجواب طوالي بحطه بقديش؟ صفر، حسب القواعد اللي تعلمناها، هاي درجة البسط أقل من درجة المقام، إذا الجواب صفر تمام؟ في عندي هون ليمت 3x قوة 4 زائد 2x تربيع ناقص 5، في هاي الحالة نأخذ أعلى قوة موجودة مع معاملها اللي هي كم كانت أعلى قوة هون؟ مش ليمت 2x تربيع، لا هون كانت ليمت 3x قوة 4، إذا ليمت ما لا نهاية العدد ما فرقت إذا زوجي أو فردي لأنه تنتمي أو ليمت x تؤول ما لا نهاية. هون x تؤول لسالب ما لا نهاية 4x تربيع ناقص 5x قوة 6 زائد 1، شو أعلى إشي كان عندي؟ ناقص 5x قوة 6، بأخذ الإشارة ليمت x تؤول لسالب ما لا نهاية لسالب 5x قوة 6. هسا هون 6 عبارة عن even زوج، إذا الجواب موجب ما لا نهاية، ما بنسى إنه limit x تؤول لسالب ما لا نهاية، وعندي سالب إذا بتصفي سالب ما لا نهاية.